إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي فينما كنتوا داخل وخارج الوطن، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا بجنبات المحطة الطرقية الشهيرة بمدينة الدار البيضاء، محطة ولاد زيان، بعد الحملة اللي شنتها السلطات المحلية منذ أسبوعين أو أكثر على المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. جنبات المحطة الطرقية يعني كيف ما كتلاحظوا، لكن لاحظت بأنه انا دابا على المباشر بعدا بانوا لي شي خيام ما رجعوا، كاينين تقريبا هاد الخيام، ولكن اكيد هاد خاص يدار حل. على العموم نرجعوا للموضوع ديالنا، لانه الموضوع هو اننا نعطيو الاجواء كما كنقولوا على المباشر، على المباشر، لان كما كتلاحظوا معايا جنبات المحطة الطرقية ولاد زيان، لاحظوا. عليكم السلام ورحمة الله خويا أسامة، أسامة الديني. عليكم السلام ورحمة الله خويا، شكرا على المرور خويا، وشكرا على حسن المشاهدة وعلى التعليق كذلك. قلت بأنه المحطة الطرقية ولاد زيان من بعد الحملة اللي دارتها السلطات المحلية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، أكيد ملعب عبد اللطيف بكار المرحوم الله يرحمه اللاعب الرجاوي السابق. هذه هي الأجواء كما قلت، لاحظوا السلطات المحلية لازالت، لاحظوا السلطات المحلية راه باقا هنايا كما لاحظتوا، يعني هاو السلطات المحلية باقا هنا. لاحظتوها، لاحظتو معايا هاد المنطقة هنا كانت عامرة بالخزين، كانت عامرة بالخزين، هانتوما كانت عامرة هاد المنطقة كلها كانت عامرة. ولكن تحية للسلطات المحلية، تحية للأمن الوطني، أكيد كانت هذه المنطقة كانت محتلة بكل ما تحمل الكلمة معنا، كانت محتلة بشكل كبير. كنتي ما كتلقاش هاد، لاحظوا معايا دابا حاليا حتى المسافرين رجعوا كيولجوا لهذه المحطة، لأن يعني واحد الوقيتة حنا ما كنتكلموش على واحد الناس اللي هما مساكن جاوا باش كما كنقولوا يبدلوا الوضعية ديالهم، هادو ما كنتكلموش عليهم. كاينين فيما مشيتي كاين الخايب وكاين المزيان كما كنقولوا، ما كنتكلموش على دوك الناس مساكن اللي جايين باش يحسنوا الاوضاع المعيشيه ديالهم، يعني يا اما كيكونوا هربانين من الحروب، ولكن كنتكلموا على بعض منهم اللي ولا كيبيعوا المخدرات، اي حاجه كيديروها كيبيعوا السيليسيون، المواد الكحوليه، يعني اي حاجه ولاو كيديروها. اما دابا حاليا الحمد لله الامور بخير وعلى خير. لاحظوا معايا اجواء جميله بزاف، اجواء جميله بزاف. لاحظوا معايا يعني رجعت الامور هاي هنا في كانوا في هذه المنطقه هذه، هنا كانت محتله بكل ما تحمل الكلمه معنا. لاحظوا معايا رجال الامن كاينين هنا، يعني كاينين رجال الامن، هاي السلطات المحليه كذلك متواجدين، يعني باقي المرابدين هنا في هذه المنطقه هذه هنا. اذا تحيه 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 كبيره كما قلت. لاحظوا معايا باقيين الحواجز الحديديه، لاحظوا الحواجز الحديديه محطوطه،
طوطو قال لك انا شاب واحد النهار تحاوروا ثلاثه ديال الافارقه في مكان فارغ غلبوني وهلكوني. ها احنا داوين عليه سمعتوا. شكرا لك بعدا اخويا طوطو على هاد المشاركه. راه هادشي علاش كنتكلموا اخويا، راه هادشي علاش تكلمنا دابا حاليا وقلنا بانه احنا ماشي ضد التواجد ديالهم، مرحبا اهلا وسهلا، ولكن احنا ضد العبثيه، احنا ضد الخروج على القانون وخروج على النظام. اكيد احنا ملي كنمشيو اي واحد ماشي غير حنا، اي في اي دوله كتمشي لشي دوله اخرى، غادي ناخذوا على سبيل المثال الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه، لانه اكيد اي واحد ما يقدرش يخرق ديك الانظمه وديك القوانين اللي كاينه تما. يعني انت ملي كتمشي تما، انت ملي كتمشي تما كتولي انت خاصك كما قلنا كتولي انت. بصح خويا يوسف، يوسف الفيز، بالفعل خويا يوسف الفيز، هادشي اللي بالفعل نجاوب بعدا خويا يعني اللي تكلم معنا قبيله طوطو. قلنا بانه ملي كتمشي لواحد الدول اللي كتحترم راسها وكما قلنا عندها قيمه، كتمشي على القوانين اللي دايرين هما، ما كتجيش انت بداك القوانين اللي جيتي معاك انت كتحطها لهم، لا كتمشي على القوانين اللي دايرين هما واللي كتبان لهم هما مناسبه للوضعيه اللي فيها هما على المقياس ديالهم كما كنقولوا. اذا حتى هنا في المغرب او اي دوله كتحترم راسها، اي واحد كيجي كما كنقولوا مرحبا، ولكن كما كنقولوا بشروط، بشروط. هاد الشروط هي انك تحترم ديك الدوله، تحترم القوانين ديالها، تحترم العادات ديالها، التقاليد ديالها، هادشي كله خصك تحترم، كلشي هادشي خصك تحترم، والا خاصك انت اللي ترحل ماشي الدوله اللي غترحل. هادشي علاش قلنا بانه اللي جا باغي المعقول، اللي جا باغي المعقول اهلا وسهلا. اللي جا باغي المعقول اهلا وسهلا، واللي باغي شي حاجه اخرى يمشي يقلب عليها في شي بلاصه اخرى. وخويا العزيز توا قال لك رائحه البول، صح، ولكن دابا حاليا الحمد لله لاحظوا معايا الامور على احسن ما يرام الحمد لله. تحيه مره اخرى للامن، تحيه للسلطات المحليه، شكرا للناس كلهم اللي ساهموا في هذه العمليه ديال تحرير هذه المنطقه، هذه المحطه ديال ولاد زيان. لاحظوا معايا كما كنقول لكم يا دابا حاليا دابا عاد رجعت المحطه ديال ولاد زيان اللي كنا كنعرفوا. اذا شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.